خلينا نشوف. بالمطار مساء الخير، كنا بانتظار أن يطل النجم المصري محمد حماقي اللي واصل للبنان ليسلم جائزته من حفل الميركس دور. أكيد كمان خلال اللقاء حيخبرنا عن أموره الفنية ما يخص الألبوم، الحفلات، الكليبات وأفلامه السينمائية. تابعونا. بحبك كل يوم أكثر. واصل للبنان، تركت كل شغلك بمصر لحتى تحضر الميركس دور وتستلم جائزة نجم الشباب للعام 2007. الحمد لله، أنا طبعا سعيد جدا جدا بالجائزة وسعيد بالتكريم ده، وفعلا أنت زي ما بتقول أنا يمكن اليومين دول أصعب وقت عندي في مصر، لأنه خلاص احنا بنقفل الألبوم إن شاء الله المفروض ينزل الشهر اللي جاي، فببقى محتاج كل يوم اكون موجود في مصر، ولكن في حدث زي ده وفي جائزه زي دي ما ينفعش اتاخر طبعا، جيت جري. ان البارزين على الساحه المصريه اليوم العربيه انت وتامر حسني، فينا نقول هو منافسك وانت بتنافسه، انتوا هلا بتنافسوا بعض على الساحه الغنائيه كشباب. بص انا عايز اقول انه وجودنا احنا الاثنين بشكل كويس ونجاحنا احنا الاثنين ده بيضيف لينا وبيضيف للجيل بتاعنا كله، ولكن بقول دايما المفروض ان كل واحد يفكر في نفسه ويفكر انه ينافس نفسه. طب مين اللي حياخد او مين اللي حيكون له نجوميه عمرو دياب، انت ام تامر حسني؟ ما بحبش سيره عمرو دياب لانه انا ما بحبش الحكايه دي، عمرو دياب هو عمرو دياب وليه مكانه. لا احنا ما بنقارن، نحن بنقول مين حياخد العز والنجوميه اللي اخذها عمرو دياب. اعلم يعني، الله اعلم، هو المشوار مش سهل، واعتقد مشوار طويل ومحتاج نفس طويل ومحتاج شغل كتير، والحكم في الاخر يكون للناس. انا ما اقدرش احدد دلوقتي مين هيكون فين، يعني انت بتشتغل وبتسيب الناس هي اللي تقدر. خلينا نروح لاول بطولاتك السينمائيه، شو بدك تخبرنا عنها؟ ان شاء الله انا مضيت خلاص اول فيلم مع الشركه العربيه مدام اسعاد يونس، وانا الحقيقه سعيد بان انا هشتغل معاها، وان شاء الله الفيلم هيكون من تاليف تامر حبيب ومن اخراج وائل احسان، وان شاء الله هتشاركني في نجمه كبيره منى زكي ان شاء الله. ممكن نشوفك بديو انت واحد الاصوات العربيه؟ هو في مشاريع من دي ابتدينا نتكلم فيها، بس مش عربيه، هي بره يعني. ان شاء الله في حاجات مش عايزين بس نقول بدري لحد ما نتفق بجد، وبعد كده هنعلن ان شاء الله. معروف؟ ان شاء الله معروف جدا. نروح للحفلات، عرفنا انه هناك حفله اثارت ضجه شوي بالوسط وهي غنائك بأريحة للقاء الشعب الفلسطيني، شو صار بالاحتفال؟ حتروح مش حتروح؟ شو الاشكاليه؟ بص هو انا اول طبعا ما جات لي الدعوه زي اي مغني عربي حيتمنى انه يغني في فلسطين، وانا طبعا في البدايه وافقت. كنا رايحين نعمل حفلة لصالح أطفال غزة، وكان عمل أنا كنت بتمنى أعمله، ولكن للأسف الناس المنظمين أو الناس اللي كانوا مسؤولين عن تنظيم الحفلة أو المهرجان كان ما كانوش سلام يعني، كان وفي ورق مزور يعني، ما ينفعش أطلع بورق مزور خالص يعني جواب جاي لي من إدارة الإدارة العامة للفنانين الفلسطينيين مختوم وممضي ومزور. لما يعني كلمت الراجل قال لي لا أنا ما فيش الكلام ده، ما طلعش من مكتبي، أنا ما مضيتش على حاجة، فلغيت الحفلة، ولكن في نفس الوقت قلت أنا إن شاء الله هعمل نفس الحفلة في مصر بنفس الهدف، يعني إن شاء الله لصالح أطفال غزة، هتكون في الصيف إن شاء الله. وحفلات قريبة شو عنا إذا الله رد؟ عندنا إن شاء الله حفلة في الأردن في مهرجان في شهر 8 إن شاء الله، وسنين ما فيش جرش، بس في مهرجان تاني موجود فيه من مصر أنا وعمرو دياب، ده هيكون في شهر 8 7 8 إن شاء الله. وفي حفلة هتكون حفلة الألبوم إن شاء الله في مصر في مارينا، وياريت تيجوا بقى إن شاء الله تحضروها بإذن الله. الله هتكون في النص الأخير من شهر 8 يعني تقريبا 21/8 إن شاء الله. محمد حماقي بالتوفيق، وبنتمنى لك المزيد من النجاح والحصول على الجوائز كانت تخص أغنيتك أم أفلامك السينمائية. كان معكم عماد هواري وعودي سوا إلى الاستوديو.